بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نسق ودلالة. لنرحب سوية بضيف الدائم للبرنامج جناب الدكتور عباس آل وهب الشمالي. حياكم الله دكتور وأهلا وسهلا بكم. الله يحفظك دكتور. أشكرك. الله يسلمكم. مشاهدينا الأعزاء، في هذه السلسلة من الحلقات سوف نتناول أسرار التوحيد في أدعية الإمام الحسين عليه السلام. فالحسين عليه السلام هو مصدر التوحيد، وهو مدرسة التوحيد، وهو معلم التوحيد الأكبر بعد رسول الله وأمير المؤمنين عليه السلام والحسن طبعا عليهم السلام جميعا. دكتور، قبل أن نخوض في أدعية الإمام الحسين عليه السلام، لماذا نأخذ التوحيد بالتحديد من الإمام؟ يعني أن هناك كثير من المدارس ظهرت فيما في العصر الإسلامي الثاني إن صح التعبير في أيام الإمام الصادق، ظهرت الكثير من المدارس المتصوفة والأشعرية والمعتزلة وإلى آخره. هناك الكثير ممن أيضا عرفوا التوحيد، أيضا عرفوا طريقة الوصول إلى الله وتعبد لله عز وجل. لماذا الإصرار على أن نأخذ التوحيد ومعنى التوحيد من أهل البيت عليهم السلام؟ وهناك مقولة إن صحت يعني سندها أو لا، بأن الوصول إلى الله هو بعدد أنفاس الخلائق. لماذا نختار طريقا واحدا للوصول إلى الله وهو الإمام؟ نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أبناء الحسين وعلى أصحاب الحسين. طبعا هذه القضية مرتبطة أصلا بنص عن الإمام الصادق عليه السلام، ذكره في قضية إبليس عندما امتنع عن السجود لآدم، ذكر بأنه قال لله تبارك وتعالى بأن يعفه من السجود لآدم، وأنه يعبده عبادة ما عبده إياها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فقال له الله تبارك وتعالى: لا حاجة لي بعبادتك، إنما عبادتي من حيث أريد لا من حيث تريد. فلذلك الطريق إلى الله بما يضمن توحيد الله تبارك وتعالى هو من حيث يريد الله، لا من حيث نبتكر، لا من حيث نتوقع، لا من حيث نجتهد، لا من حيث نظن. فمن هذه الناحية التفافنا نحن الشيعة الإمامية حول موالينا عليهم أفضل الصلاة والسلام لنستقي منهم التوحيد الحق، هو نابع من أنهم اختارهم الله تبارك وتعالى وأوجب علينا اتباعهم. إذا عدنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، تدل على أنه لا يتحقق حب الله لنا صحيح من دون أن نتبع الرسول، مما يعني بأن الرسول هو طريقنا إلى الله. بذات السياق الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قال: إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، مما يعني بأنه مقام الرسول من بعده يتمثل بعترته عليهم أفضل الصلاة والسلام، باعتبارهم لا يفارقون القرآن، وباعتبار أن الكتاب مضموم عندهم ضما معرفيا، يعني صحيح. هم من يدرك مضامين هذا الكتاب. فالأشياء كلها بعد ذلك تتعاضد لينتج عندنا ناتج مهم جدا، وهو أن التوحيد على مستواه الحقيقي لا بد وأنه يتم من خلال أن ننتهج النهج الذي نهجه الله لنا أو أمرنا الله بانتهاجه، أن نسلك السبيل الذي أمرنا الله بسلوكه، وهو طريق ولاية محمد وآل محمد. هذا يعني بأنه أصلا لا فكاك بعد ذلك بين الطريق ومؤداه، لأنه الطريق إلى الله هو في الحقيقة ليس طريقا ماديا، يعني ليس طريقا نمشيه بأقدامنا، وإنما نمشيه بفكرنا، بطاعتنا، بتوحيدنا المبني على أساس اتباع من أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتبعه. فمن هذه الناحية نعم العقول البشرية تنتج وتفكر وتتساءل، لكن كيف لي أنا مثلا أن أتبع
أو أضمن بأنه هذا الذي يقوله فلان نعم. من الناس هو المؤدي إلى تحقيق رضوان الله أو هو الطريق الصحيح. ما هي القضية أيضا فيها حيرة من هذه الناحية. ولكن مثلا في أول حديث في الكافي الشريف أنه ما خلقت خلقا أفضل من العقل. نعم. فإذا يعني يمكن للإنسان ما خلقت خلقا أحب إلي, أحب إلي من منك يعني يخاطب العقل. فإذا من خلال العقل يمكن للإنسان أن يدرك, طبعا لا يمكن لأحد أن يدرك حقيقة الله, ولكن التوحيد ومعاني التوحيد يمكننا من خلال لعله الاجتهاد, لعله التفكير, من خلال اللجوء إلى العقل والتحليل. هل ألا يمكننا أن نستند حصرا على عقولنا في الوصول إلى التوحيد؟ يعني الحديث معكم ممتع لأنه ممكن أن نحلل القضية بطريقة أيسر. ما قلته الآن في قضية أن الطريق إلى الله هو الذي يختاره الله, هذا نتاج عقلي أم ليس نتاج عقلي؟ يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى للعقل أقبل فأقبل, أول ما خلق الله العقل صحيح. ثم قال له أقبل فأقبل, إذن العقل يستجيب للأمر. أدبر فأدبر. الآن العقل لم يبتكر الإدبار والإقبال, وإنما حصلت استجابة. لطيف. فمن قال له أقبل أقبل. أدبر, لاحظ الشيء وعكسه. يعني صحيح. العقل هنا في حقيقته يمثل حالة الاستجابة التامة إلى الله. قال أما إني إياك آمر, أو أولا قال ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك ولا أكملتك, لأن أنا كمال إلا في من أحب. طيب هسه هنا العقل راح يتحول إلى حالة يزود بها الكائن. يعني ما نتحدث عن رحلة العقل مجردة عن قيادة الكائن المختار, لأن عندما قال له ولا أكملتك إلا في من أحب, يعني هذا العقل سيزود لأجل أن يتحرك اختيار الكائن بأداة هي العقل, لأجل أن ننظر إلى الخارج بأداة هي العقل. نحن لسنا العقل لكن نحن نستثمر العقل لنتحول إلى عاقلين, يعني نكون قد وظفنا العقل توظيفا حقيقيا ووصلنا إلى نتائج صحيحة, والنتائج الصحيحة هذه تعطينا مواقف صحيحة. فمن هنا عندما يقول الله تبارك وتعالى أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب, يعني بمعنى هذه الأداة هي التي جعلت الخطاب أو الوصلة بيننا وبين السماء قائمة, لأنه من دون ذلك تنقفل القضية. إذا أردت أن أشبهها, الكائن عندما يأتي إلى هذه الحياة يأتي كعالم مصغر وكموني, يعني بمعنى أنه الإنسان عندما يأتي إلى الحياة الدنيا يأتي هو أقرب بالنقطة المستقلة عن كل شيء. صحيح. ما أتحدث عن وجودها المادي مستقلة, لكن عن وجودها بوصفة كينونة مختارة مريدة عليها أن تحدد موقفها. إذن هي تأتي إلى هذه الحياة وهي راصدة, يعني كينونة لها الإمكان على أن ترصد الخارج وتتخذ موقفا ويكون لها رؤية. نعم. هي أول ما تأتي ليس لها ذلك. هذه الآية ممكن تساعدنا وتسعفنا في هذا المجال. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فبماذا زودها الله لهذه الكينونة؟ زودها بها بالأدوات السمع الأبصار الأفئدة. هذا العنوان خلق لنا أن الراصد أصبح يمتلك أدوات ونافذة. الآن موقفه كيف يكون؟ كل ما يرتبط بالأدوات له علاقة بتحريكها من قبل هو هذا الكائن الفاعل الراصد. الكائن الراصد سيرى الكون من خلال هذه صحيح. الأدوات. يفترض الآن على المستوى لنقل عن العام الأولي أنه الأدوات كلها تعطينا نتائج صحيحة. نعم. لكن مشكلتنا أين؟ مشكلتنا مو في الأداة نفسها, مشكلتنا في رغباتنا واختياراتنا نابعة من ماذا؟ من إخلاص للحقيقة؟ من انزياح نحو الأنا؟ نحن عندما نتحرك باتجاه معرفة الحقيقة
هل حركتنا هذه استظهارية لأجل أن نقول نحن علماء، نحن عليكم أن تتبعونا، نحن وصلنا إلى الحقيقة؟ أنت الآن لو تراقب من خلال نقاشاتك العامة، من خلال تواجدك مثلا بين طلابك، راح تلاحظ بأنه البعض يبحث عن الحقيقة لأجل أن تستظهر الأنا، ما يبحث عن الحقيقة لأنه بالفعل متعطش، كأنه أرض يابسة وتنتظر أن يسقط عليها مطر الحقيقة. لا، لا تنظر إلى ذلك، هو ينظر إلى نفسه باعتباره أنه يريد أن يقول أنا أعرف. أغلب الناس أو هذه الكينونة المختارة مشكلتها أنه في أغلب الأحيان تتجه باتجاه يرتبط بالأنا، سواء كان على مستوى المصلحة الخاصة في أنه مثلا تحقق من خلال البحث مكانة معينة، أو تحقق من خلال البحث عن الحقيقة فرصة للتسيد، فرصة لفرض الإرادة، فرصة لاستجلاب الأتباع. وهنا أكبر مشكلة تعاني منها البشرية، أنه بعض هذه الرواصد اللي هم بشر، بعضهم يصل إلى مرحلة أنه يبدأ يستعمل الأدوات، لكن عندما يفرض على هذه الأدوات يفرض شيء من رغباته، شيء من مصالحه، شيء من أناه، فسيؤثر على هذه الأدوات، بعد ذلك لن تكون نقية. قالها الله تبارك وتعالى عندما قال بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن توجد مرحلة نصل فيها إلى مرحلة أنه نفس الأدوات هذه تبدأ بالتناقص، تبدأ بأنه لا تكون كما أعطانا إياها الله تبارك وتعالى نقية صافية. هذه المرحلة من هنا ستبدأ الحقيقة تتماهى مع ما أريد، مع رغباتي، مع ما أطمح إليه. وهذه أكبر معاناة الآن نعانيها، أنه أحياناً حتى النصوص اللي هي يعني لنقول نور صدرت من كائنات الله تبارك وتعالى أنطقها بلسان الوحي، ممكن بأنه تصل إلى مرحلة تحرف دلائلها نتيجة أنك لا تترابط هذه الدلالة مع ما تراه أو مع ما تحدده من مصالحك، فتبدأ بلي عنان النصوص لتنسجم مع ما رغب. بالضبط. طيب كل ذلك بما ماذا يستهدف؟ في الحقيقة يستهدف إخضاع أكبر قدر ممكن من البشر أو من الرواصد لغرض أن يكونوا أتباع ولا يبدأون بالتفكير ولا يبدأون هم بالرصد، ويكون قراري قرارهم، يعني أحول قراراتهم لصالحي تماما. في هذه الحالة إحنا أمام مشكلة، لأنه إذا بقينا بهذا الشكل سنبقى في متاهة، إما أن نتحول إلى كائنات منغلقة على نفسها، يعني نتخذ هذا القرار بأنه لا حجية لك علي ولا حجية لي عليك، وأنت بالنسبة إليك هذه وجهة نظرك، وهذا يوجد مدرسة الآن أو مذهب أو اتجاه معين، ما بعد الحداثة أي دكتور التفكيكية، أنه خلص كل الآراء صحيحة وكلها متساوية وكلها قد تحمل جزء من الحقيقة. خلص بالضبط، هي هاي مشكلة موجودة هاي طبعا. الله شلون كيف الآن نتعامل؟ يعني الله سبحانه وتعالى هب اللي قلت بعدد أنفاس الخلائق، يعني هي صورة معينة، لأنه أنت بأي اتجاه اتجهت هذا خلص. هذا كان ممكن أن يمر مثل هذا الفهم لولا أن لله تبارك وتعالى سبيلا وصراطا مستقيما محددا، وأوجد ثوابا وعقابا على من يخالف. وفي هذه الحالة راح نصير أمام النقطة الآتية، أنه ما دام لله طريق، ما دام الله تبارك وتعالى قد حدد بأنه عليكم أن تتبعوا الرسول، يعني الله انتخب واختار من مجموع أولئك الراصدين راصدا معينا اعتبر أن طريقه صحيح. لماذا اعتبر طريقه صحيح؟ لأنه لن يشوه الأدوات. يعني عندما قال ولا أكملك إلا في من أحب، من هنا جاءت قضية بأن القراءة التي يقدمها المعصوم هي القراءة النقية، هي القراءة التي يجب أن تتبع من الله. لماذا؟ ما الفرق؟ أنا أحاول أقرأ وتحاول، إبليس قرأ وآدم قرأ، الله أقر قراءة آدم
وأنكر قراءة إبليس ولم يختره خليفة ليتبع، لأنه الخليفة يحكم، الخليفة يأمر فيطاع. بحث الناس حول قضية الأنا والطاعة مرتبطة بهذه الصياغة. فإذا لماذا الله سبحانه وتعالى يختار آدم؟ لأن آدم لن يتلف الأدوات، بل بالعكس دائما هناك حالة اكتمال ما بين الاختيار وبين ما يزوده الله للكائن من أدوات. إذا نحن علينا أن ننتبه إلى هذه القضية، خاصة إذا تعقد الموضوع وأدخلناها الآن مثلا في عصر غيبة المعصوم. صحيح. سنجد بأنه القضية تأخذ بعدا مختلفا، أنه أنت حتى وإن ثبت بأنه قراءة المعصوم في عصر الحضور ممكن تطبيق المنهج، في عصر الغيبة كيف يكون ذلك؟ هذه من القضايا الأساسية. دكتور، السؤال لو رجعنا قليلا إلى الوراء فيما يخص ضرورة أنه نجد التوحيد من خلال منهج الإمام ومن خلال الإمام حصرا، ولكن القرآن لعله هو الأكمل في توضيح التوحيد، لعله هو الأفضل والأعلى في توضيح معالم التوحيد. لماذا لم نكتفي بالقرآن؟ والقرآن هو كتاب يحمل كل شيء، وهو هدى للمتقين، وهو هدى للمسلمين ولجميع الناس. لماذا لم نكتفي بالتوحيد الذي موجود في القرآن وهو صريح؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، وآيات أخرى وصور كثيرة وضحت معنى التوحيد وجوانب التوحيد وأبواب التوحيد بكل تفاصيلها وكل شيء موجود. لماذا لم نكتفي بالقرآن واضطررنا إلى وجود الإمام؟ نعم، لم نضطر، لكن القرآن الآن هو وجود خارجي أنت راصد له، والقرآن صامت. يعني بمعنى نفس الفكرة إذا بقينا محافظين عليها، أنه أنا جئت إلى هذه الحياة وعندي يعني ذاتي مريدة وأريد أن أعرف الحقيقة، فمن جهة سيكون القرآن وجه لكتاب يقرأ وأقرأه من خلال الأدوات. صحيح. أنا لدي الآن العقل فأتحرك به باتجاه محاولة معرفة الناس. زين. طيب، الناس هنا عندما يأتيني بهذا العنوان في الظهور اللي نعبر عنه الظهور الأتم، اللي هو الظهور المحكم، يعني اللي ما يقبل تماهي، أجد بأنه القرآن شو يحيني إلى كائن يقول لي روح افهم من عنده. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عن فانتهوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما أنا أنت قرآن وأنا جاي أقرأك، ليش ترجع للرسول؟ أعطيني حكمك. يقول يرجع للرسول، لا تجيني بهذه الطريقة. لذلك أكو آيات يعني تشير إلى أنه اللي يريد يفرق بين الله ورسله أولئك هم الكافرون حقا. يعني بمعنى لا تستطيع أن تأخذ الكتاب أو ينزل الله كتاب من دون قارئه. فالرسول من ينتخب للبعث لتبليغ الكتاب مو بوصفه موصلا، وإنما بوصفه قارئا. صحيح. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول آية تأتي أنه هذا الكتاب أنت من يقرأه. هنا أنا من يتدخل العقل؟ يفترض بأنه يتدخل بذات العنوان، أقبل فأقبل، أدبر فأدبر. إذا عكسها الشيطان يعكس، يقول لا أقبل يدبر. يقول بمعنى أقبل على محمد وخذ منه قراءته، هو يدبر عنه يقول حسبنا كتاب الله. شوف الفكرة، الفكرة هنا جاءت مغلوطة تماما وجاءت على عكس النظام اللي الله أوجد للعقل، أنه أنت أقبل وخذ، قربوا لي أكتب لكم كتابا لن تظلوا بعده أبدا. هذا يقول له حسبنا كتاب الله، ما نريد كتابك. إذن العقل في اللحظة اللي أمر فيها بأنه يقبل وإذا به يدبر، هذا معناها غير العقل. دكتور، أشرت إلى موضوع أن النص صامت، القرآن صامت، طبعا جدا صحيح، وهذا هي يعني واضحة في قضية صفين عندما رفعوا المصاحف. الإمام علي ماذا أمرهم؟ قالوا إنه هذا ليس القرآن الحقيقي. نعم، ولا هو القرآن، لكن أنا كتاب الله. أنا كتاب الله. ولهذا أمرهم أن يضربوهم، يضربوا على الرغم من أنهم حملوا القرآن على الأسنة، ولكن قال أدخلوا عليهم واضربوهم، ولم يعبأ للقرآن الذي هم رفعوه. لأنه هناك طبعا لطيف الموضوع أن هناك مدرسة نقدية يقولون بأنه الكلمات التي موجودة على الورق هي ليست قصيدة، تصبح قصيدة عندما يوجد لها قارئ. عندما تقرأ هذه الكلمات تصبح قصيدة، وإنما وجودها فقط على الورقة
هي كلمات ليس لها أي وجود خارجي، فتصبح قصيدة عندما تقع عين القارئ على النص تصبح قصيدة. نعم. كذلك القرآن في هذه الحالة إمام علي طبق هذه النظرية، أو هو لعله أسس لهذه النظرية. نعم. أنه هذا ليس قرآن، عندما أنا أقرأه يصبح قرآنا. يعني هذه قد نسحبها إلى ذات الموضوع في حديث المعصوم، يعني الإمام عليه السلام المعصوم عليه السلام قدم التوحيد، قدم مكارم الأخلاق، ولكن كان ناطقا، واليوم نحن نقرأه كتاريخ كنص. نعم. ألا تعتقد بأنه هذا الموضوع النص الصامت الذي هو موجود بالنسبة للقرآن يطبق اليوم على نص الصامت للإمام المعصوم الذي نقرأه في الكافي وفي بحار الأنوار وإلى آخره؟ أيضا كلام الإمام صار صامتا، ونبقى في دائرة من الصمت ودائرة من التحليل. مرة الصمت، الصمت لا يمكن الخروج منه حتى على مستوى الذات. يعني حتى على مستوى الذات لا تستطيع أن تتخذ موقف. مع القرآن هكذا، مع القرآن عدا ما أحكمه النص بالرجوع إلى القارئ، إذا عزلت القارئ النموذجي أو القارئ اللي بالضبط. اختارته السماء. إذا عزلته أنت في متاهة، لا تستطيع أن تصل إلى شيء تحسم أمرك فيه على مستوى القطع بأنه هذا هو المطلوب. طبعا هذا خلاف الآن المطروح، لأن قضية رفع المصاحف، متى رفع معاوية وجنده المصاحف؟ عندما هزموا. التاريخ إلى الآن في كل لحظة يهزم فيها المنهج المخالف للنص، أي المخالف للإمامة بالحجاج، يرفع المصاحف فيقول القرآن ما لنا علاقة بالسنة، ما لنا علاقة بالحديث، اثبتونا القضية من القرآن، ارجعوا للقرآن. تأتيهم مثلا صحيح. بحديث الغدير، تأتيهم بحديث المنزلة، تأتيهم بأي حديث، هو يقرون بهذا الحديث، يقول لك لا لا تعال اثبت لي الإمامة من القرآن. أنا أحتج هيك يقولون على الشيعة أن يأتون بالآية منه. هي نفسها هي فكرة رفع المصحف. ولماذا رفع؟ عندما انحصر، ما أمامه إلا هذه القضية. صحيح. فيرجع إليها. إلى الآن كلما أحرجوا بقضية بأنه ما لديكم من نصوص يلزمكم بهذه القضية، يعودون القهقرة ويقولون لا إلى القرآن. يا أخي ما هي إلى القرآن؟ ما هي نفس فكرة لا حكم إلا لله. ما هي حق لا حكم إلا، والقرآن هو حجة الله. لكن أنت بالنسبة إليك إذا فصلت القارئ عن القرآن أدخلت القضية في متاهة لا تستطيع الخروج منها. وممكن بأنه أنت تحكم بخلاف ما يحكم به الآخر، وبالتالي لا حجة لك على الآخر ولا هو حجة له. وإذا أصريت على أنه لا هذه القضية هي بهذا الشكل، لأن أنت بدأت تراها بهذا الشكل، لكن أين القطع بأن هذا هو الذي أراده الله؟ مشكلتنا في هذا المقام. فلاحظ الآن على مستوى الذات تبقى المتاهة. إذا رجعت إلى القرآن من دون القارئ، لكن في عصر الغيبة إذا وجدت نصوص القارئ، وجدت نصوصا، فعلى مستوى الذات لا توجد عندنا قضية الحيرة. على مستوى الذات الآن، لماذا أقول على مستوى الذات؟ لماذا أقول على مستوى المجموع؟ لأنه على مستوى المجموع ممكن أنه تختل بعض القراءات، وأيضا تدخل في قضية المصالح وما إلى ذلك، فتفسد عليك القضية، لأنها تدخل بعنوان أهل البيت وبعنوان الكتاب والعترة، لكن في نفس الوقت ممكن أن تجير القضية لمصالح خاصة بها. هذه أيضا قضية خطرة. فلا بد وأنه نلتفت إلى النقطة بشكل واضح وجلي، من أننا نريد أن نطبق بالنتيجة النهائية كلام الله، لكن من حيث جعل الله لكلماته كاشفا مبينا موضحا مؤولا، وهو المعصوم، الراسخين في العلم في النص القرآني، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فمن هذه الناحية، من ناحية أنه الراسخ في العلم يعلم التأويل، عليك أن تعود إلى المؤول، تعود إلى صاحب النص. لكن عندما تبتعد عنه وتغير وتبدل، طبعا في هذه الحالة أنت بدأت تفرض واقع. الآن إحنا حتى إذا جينا أنا مثلا أنت
اعتمدنا بأنه هي القراءة صحيحة وخلينا نمشي بها، وين نوصل؟ ما نصل، أمامنا فقط الانتظار. لماذا؟ لأنه القضية أدخلوها في واقع مغاير ليس بيدك الآن. صحيح. يعني في عصر التنزيل مع الرسول كان الأمور بيد الناس، يستطيعون أن يلتزموا ويحولوا حياتهم إلى جنان. صحيح. لماذا؟ لأنه القضية بعده بكر، القارئ موجود. صحيح. اتباع القارئ موجود. القارئ يوم الغدير قال لهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، قضية بسيطة، يتبعون من يأمرهم الرسول باتباعه لأنهم أول وتالي لازم يتبعون كانوا. فيابا هذا اللي اختارت لكم يا السماء، قالوا لا هذا الاختيار مو للسماء. أدخلوا القضية في، وبعد ذلك بدأنا في موضوع التقتيل. صحيح. وإلى أن وصلنا إلى كربلاء. إلى فالآن بعد الغيبة طبعا هذه تداعيات وتداعيات وتداعيات. هو هذا موضوع دكتور فيما يخص التوحيد، لنرجع إلى أصول التوحيد. يعني هي فائدة التوحيد ما هي؟ أن الله يريدنا أن ننعم في هذه الحياة الدنيا من خلال التوحيد، والتوحيد فيها نتائج أخرى. إذن التوحيد هو لتنظيم حياة الناس، والتوحيد نجده عند أهل البيت عليهم السلام. هناك قاعدة طرحها أهل البيت عليهم السلام أنه خاطب الناس على قدر عقولهم. فعندما طرح الحسين عليه السلام موضوع التوحيد، عندما طرح علي عليه السلام موضوع التوحيد في الكوفة وباقي المحطات، عندما طرح أهل البيت هذه المحطات التوحيدية كانت مناسبة لذلك العقل، كانت مناسبة لفهم المخاطب، المخاطب في الحجازي، مخاطب الكوفي قبل 1000 عام وإلى آخره. ألا ترى بأنه بعد غيبة الإمام ولا نستطيع أن نصل إلى الإمام بسهولة ولا نتكلم معه، ألا تعتقد بأنه الآن بحاجة إلى خطاب جديد في موضوع التوحيد؟ لأن الإمام خاطب الناس على قدر عقولهم، وهذه قاعدة طرحها هو المعصوم طرحها. نعم. فإذن ألا تعتقد بأنه ذلك الخطاب كان مناسبا للمجتمع الكوفي قبل 1000 عام، واليوم في قرن 21 نحتاج إلى خطاب جديد، إلى اللجوء إلى العقل من جديد، وتحليل التوحيد بطريقة لعله تناسب المخاطب في هذا العصر؟ طبعا هذا الجواب إن شاء الله إذا تسمح أن نأخذه بعد الفاصل. نعم. مشاهدينا الأعزاء ابقوا معنا، سنعود معكم بعد فاصل قصير. بالصبر يا روح النصر، لحظة رهبة الليل وضواك يرد لاية، ما همنا الذبيح يفداك الجرح، يا حسين وتدربنا بطريقك عالبناية. قادة قادة مثلك قادة، كم نحرنا باسمك نادى، يا روح النصر. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين، بينا عايش جرحك يستمر للآخر، والعمر بغيابك كل يوم العاشر، ساومونا بأمسك حتى ناخذ باكر، وانت مستقبلنا والمضاوي والحاضر. اختار الظما وبيدك ما يسمى، خيلك صاح الصدق والحق بيك احتمى، يا المختار الظما وبيدك ما يسمى، خيلك صاح الصدق والحق بيك احتمى. نشتمك وطن ينبع بالصحن، لا زال على شباكك عهد دمع النواظر، لا ما ننفلم يا الارثك سلم، قاتلنا مثل عابس على متون السواد، غيره غيره نفزع غيره، حد خصمنا اللي يبرز حيره.
روح النصر. يا حسين يا حسين يا حسين. حياكم الله مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم مرة أخرى. دكتور، قبل فاصل طرقنا إلى موضوع أن الإمام هو باب التوحيد وهو مصدر التوحيد، ولكن طرحت هذا السؤال أنه الإمام عليه السلام كانت منهجيته أن يخاطب الناس على قدر عقولهم، فكان الخطاب في ذلك الزمان قبل 1000 عام هو مناسب للعقل ذلك الزمان، للمجتمع المناسب، الكوفي أو الحجازي أو المسلم في ذلك الوقت. واليوم في القرن 21 نحن بحاجة إلى خطاب جديد، لأن العقلية اختلفت، وعي اختلف، والفهم اختلف. ألا تعتقد بأنه الآن يمكننا أن نبدأ حقبة جديدة من التوحيد المبني على العقل البشري أو لا؟ حقيقة هذا الكلام إذا يعني إذا أخذناه على إطلاقه يعود حتى على القرآن. النصوص كما تعلمون أنتم، يعني أنتم خبراء في هذا الجانب، النصوص تكتنز حقائق غير عادية تفجر على حسب الزمن. يعني وهذا التعبير لأمير المؤمنين حول القرآن بأنه يجري بكم مجرى الليل والنهار. ما معنى أن القرآن هكذا صفته يجري بنا؟ يعني بمعنى الآيات القرآنية ممكن أن تتفتق مع كل زمن. النصوص الإبداعية، النصوص اللي تمتلك خصائص فنية معينة في ناحية الأدب لديها هذه الخصوصية. لماذا؟ لأنه الإنسان من جانب معين، في خاصة في بحث الوجودي عن من أين وإلى أين وفي أين، يعني ما المراد من وجودي وخلقي و حتى في الناحية اللي هي نقول عليها مثلا عصر جاهلي وغيره، كان تمتلك طاقات وخبرات وأسئلة فلسفية إلى الآن قابلة لأنه يعني تبحث وتنقد وتفتح ويعيش فيها البعض وكأنها حاضرة، يعني الآن قيلت. فما بالك بالنصوص الغيبية، النصوص اللي متصلة بعوالم صحيح. إحنا نتحدث عن كيف ستنكشف. فإذا حدث الناس على قدر عقولهم، بمعنى أنه الإنسان أحيانا بعض النقاط بعض الجوانب لا يستطيع أن يعني يدخل في غمارها، خاصة تلك الأمور المبنية على التجريد التي يخشى منها الوقوع مثلا في حبائل الشرك. فيفترض بأنه لا تخوض فيها إذا كان المقابل ليس لديه المقدمة. ما هي حتى إذا رجعنا للحديث الأول، العقل ولا أكملتك إلا في من أحب، هذه تعرف إيش تعطينا؟ تعطينا صيغة تجعل العقل متنزلا، مو تجعل العقل مادة جامدة تعطى في لحظة معينة صحيح. ويترك، تجعل الخبرة المكتسبة نتيجة تفعيل العقل والنتاج الذي ينتج عن هذه الخبرة تجعله جزءا من العقل بعد ذلك. يعني المعطيات التي نصل من خلالها إلى نتيجة معينة، في الخطوة اللاحقة تتحول هذه النتيجة إلى معطى. فلذلك العقل دائرته تتسع، كماله يتسع، اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على قابليتك واستعدادك في قضية تفعيله. فمن هذه الناحية عندما نريد أن نتحدث بأنه خاطب الناس على قدر عقولهم، بمعنى أنه أنت الإنسان ممكن أنه مدارك الآن ما تحتمل هذا الخطاب، فأترك له المقدمات التي تجعل من المدارك تتسع، مو أتركه على جهله. لكن مثل ما أنت تبدأ بإنسان مثلا لا فكرة عنده عن الفيزياء، ما ممكن بأنه أنت تطرح عليه الأرقام والثوابت وقال بلانك وتكلم أينشتاين وأنت بعدك من البداية ما بديت وياه بالقواعد الأساسية البسيطة اللي تخليه يكون عنده مثلا أوليات أو مقدمات يستطيع من خلالها أنه يبحر. أحاديث أهل البيت تكتنز طاقات غير عادية، يعني مهولة، في قضية الفكر، في قضية الاعتقادات، في قضية التوحيد، فتعطينا أبعاد أصلا أنا أراها أنها غير خاضعة للزمن. أصلا أراها بأنه العقل يصطاد فيها كما يصطاد في أفق الكون. يعني الآن إحنا ما يتنزل إلينا من الكون هو ما نستطيع أن نشاهده في الصفح. نعم. ويقولون بأنه
الذي نتعامل معه في هذا الكون هو يعادل نسبة 4%، يعني الذي الكون المرئي عندنا، نعم، مو المختفي، هو 4% من حقيقة هذا الكون. يعني تبقى عندنا 96% احنا جاي نجهلها، وهذه 4% هي اللي نتقاسم قشور وقشور القشور عنها. لكن من أراد أن يبحر يستطيع أن يبحر. النصوص بذات المعنى، يعني النص سواء كان القرآني أو النص النوراني المرتبط ببيان القرآن والمتعلق بأحاديثه وروايات المعصومين، هذه نصوص هي بمثابة الفضاء والأفق. لكن أنت لا لو استنتجت أمرا من تحدث الناس، نعم، على قدر عقولهم. أحيانا حتى في استنتاجنا من النصوص أمور معينة يفترض بأنه تخاطب الإنسان القادر على الاستيعاب، وهذه ممكن تكون رسالة توجه، يعني البعض نتيجة الأنا أيضا، لأنه هاي فكرة أنني فهمت وعلمت، هذه فكرة تشير إلى الأنا. أحيانا تغلف بأنه أنا أريد أن أقول الحقيقة، لكن هي في الحقيقة مثل الطفل اللي يكتشف سر معين ما يستطيع أن يخفيه. يعني أنت الآن روح بلغ ابنك الصغير سر من الأسرار، كأنك وضعت على قلبه جبلا، لأنه هو بالبداية يجد بأنه قيمته ستتحول إلى أنه يعرف شيء معين ويريد، صحيح، أن يفشيه. فالبعض بهذا الشكل يعني وصل إلى نقطة معينة، لكن هذه النقطة ممكن تكون مربكة للآخر إذا فتحت، خاصة في المجالات المرتبطة بمقامات، مثلا أحيانا أهل البيت، مقامات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، مو الكثيرين، مو الكل يستطيعون أن يحتملوها يستوعبوها. أنت بالنسبة إليك هذه المقامات يفترض إما أن تكون عندك صيغة معينة لنقلها وطرحها بحيث لا تجعل مجالا بعد ذلك للتشكيك في الولاية. وأنت من تصبح مثلا الولي المنصوب من الله، القاعدة الأساسية اللي ينطلق من عندها يفترض الباحث أو الداعية أو صاحب الخطاب مثلا الشيعي، ينطلق من قضية أنه الله تبارك وتعالى أمرك بأن تأخذ دينك وأحكامه عن طريق من نصبهم وهم موالين أهل البيت، والرسول أمر بطاعتهم بذات طاعته وولايتهم بذات ولايته. هنا أنت تكون في مجال اللي هو موالاتهم والبراءة من أعدائهم، هذه القاعدة اللي تنطلق من عندها. هذه القضية ملامسة لواقعنا ولحياتنا ولغيرنا. أنت في بحثك وجدت بأنه توجد أمور وأمور وأمور مرتبطة بذات هذه الولاية. يعني أنا أعلم مثلا بأنه لا يمكن أن يوجد حكم تشريعي غير مشتق من محكم تكويني، يعني لا يمكن أن يعطي الله تبارك وتعالى ولايته ويجعل مصداقها ولاية الرسول. يعني إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يخاطبنا نحن يقول تولوهم هؤلاء. لماذا؟ لأنه ولايتي لا يمكن البلوغها من دون ولايتهم، وهؤلاء ليس لهم الأدوار الكبرى في الولاية التكوينية، لا يمكن. لماذا؟ لأنه من نصبهم أولياء، هذا التنصيب لهم بأنه إذا لم توالهم لم توالي الله، لابد وأنه لا ينشأ عن فراغ فيهم، لابد أنه يمتلكون من القوامية ومن المقامات ما يجعل هذه الولاية لا يمكن أن تخدش، لأن إذا خدشت معناها خدشت ولاية الله. أنا أريد أجري أنا ولاية الرسول، فمعناها الرسول لابد أن يكون قد أظهره الله على غيبه، وصل إلى مقامات يكون فيها الولاية التكوينية بالنسبة إليه ثابتة، نحن نعلم ذلك من خلال. لكن نفترض بأنه جاءني أحد ويريد، ما الذي علي أن أفعله لأنجو؟ أنت والي من أمرك الله بولايته، بمعنى لا تتخلف عنه، لا تتكاسل، لا تغفل، وتبرأ ممن يحاولون أن يقوضوا مشروع الله، لأن هذا هو مشروع الله، مشروع الولاية. تبرأ منهم واجعل بينك وبينهم بعد المشرقين، لا تقل بأنه أني والله مو شوية مجاملات، لا ماكو. هذه القضية خاصة فيما يرتبط بالأمور العادية التي لا يكون فيها تقية. إذا جاء الباحث ودخل أدخلنا في قضية يريد أن يعني كأنما يقلب المعادلة، يعني يجعل الأساسي ثانوي،
ويجعل الثانوي أساسي. إحنا امتحن الله تبارك وتعالى بوجوب ولايتهم وطاعتهم والبراءة من أعدائهم. ولا تتقدم أمّلة عليهم ولا تتخلف عنهم، هذه الأوامر. أنت مثلا رحت بحثت بالتوحيد ووجدت كذا وكذا والصفة والذات والمال، يا أخي هذا البحث أنت بالنسبة إليك هذا البحث يعتمد على وعيك وذاتك، مو كل الوعي والذوات مكتملة به. لماذا تجعله حالة وكأنها هي الثابتة وتنكر على من يقول لك أني ما أريد أستوعب هذه القضية؟ يعني ما قادر على استيعابها أنا مثلا، أنت ما قادر على استيعابها، أنت لا، إذا ما قدرت على استيعابها أنت تناصب العداء لأهل البيت، أنت مقصر في حق أهل البيت. هاي كلام ناشئ في حقيقته، أنا هكذا أجد بأنه ينشأ في حقيقته عن محاولة لاستظهار الأنا، أنه الأنا وأعلى مقام يتستظهر فيه الأنا هي قضية أنني الأعلم، أنني أفضل لأنني أعلم. طبعا من أين تستقي العلم؟ هل من هواك؟ لا، أنا أعلم بأهل البيت. طيب مع أهل البيت كيف عرفت أنت؟ مو هاي نصوصهم. طيب مو هاي نصوصهم أنت جاي تباع لها من خلال هاي النظارة مالتك. أنا هاي نظارة أباوع بيها، نفترض أنه هاي نظارة خضراء، خلاص أنا قاعد أشوف اللون أخضر، حمراء أشوف اللون أحمر. هاي النظارة مالتي، ما هي النظارة؟ أقصد بها العقل بالضبط، وأقصد بها أدوات الإدراك. ما أني أدوات الإدراك اللي عندي، هذه الأدوات ممكن أن أكون أني شوهت بعضها، قصر بعضها، غفلت عن بعضها، وإذا بي أرى الأشياء على غير حقيقتها كما هي حتى في مجال النصوص. بهاي الحالة معناها أني عندي مشكلة، والمشكلة تتفاقم إذا أني حسيت أنه لا ماكو مشكلة. يعني خلي أبسطها بشكل أول ما نأتي إلى الحياة الدنيا، وعودا على البدء اللي بدينا به، من يعطينا الله الأدوات يعطيناها نقية ذات، فيعطيناها شلون؟ هاي النظارة الشفافة، يعني نظارة لكن ترى الحقائق مثل ما هي يفترض. بعد ذلك من تدخل أنت في معترك المصلحة والأنا والتكاسل والغفلة، فتتباطأ الأشياء عندك إلى أن يصل مرحلة يصير نوع من الرين ونوع من الترهل. يعني بعد ما تكون الأدوات بذات كفاءتها، فتبدأ شوي شوي يصير بيها ألوان مختلفة. صحيح. طيب أنت رغباتك ومصالحك أحيانا من تبدي هي اللي توظف وهي اللي تقنن، بعد خلاص صارت خصوصيتك، فأنت قمت ترى الأشياء باللون الأحمر لأن نظرتك حمر وغيرك يراها باللون الأخضر. المصيبة هنا راح نبدي، أنت منتباوع اللون الأشياء هاي خضرة وأنا لابس نظارة جاي أشوفها شوية حمراء، أنت راح تقول لي أخضر؟ أنت مؤمن؟ يعني أنت تشوفه مستحيل، وأنا أقول لك لا حمراء. اختلفنا، هسا اختلفنا إذا مؤسسين لقاعدة إنه يابا احتمال الخلل بأدواتنا، ننتظر صاحب النظارة النقية الشفافة اللي هو المعصوم الإمام هو راح يفصل يقول لك لا، لأن يعني الله قال إنه أنتوا رجعوا له. صحيح. إحنا ما راح نرجع له، ما تدري شو راح يصير؟ الذول اللي عندهم الأنا راح يقول لا هذا أبو الحمرة كافر، لازم يقتل. أنا فقط اتبعوني، هو جاي يأسس الاتباع. هو لو ما دا يأسس الاتباع عادية صار. صحيح. عندي مشكلة، بديت الحقائق ما أشوفها بشكل واضح، كفاءة ما عندي كاملة، فأقول أنا جاي أشوفها بس بياريت واحد إذا يراويني أو يستطيع بأنه يعالج الموضوع. وأنت مثلا المعصوم هو الذي قوله الحسم والفصل، فأني مثلا أنتظر. أما أنت ما تنتظر، تتهم الآخر بأنه هو غلط وهو لازم يقصى وهو لازم شو اسمه، ولا وتوعده بجهنم أنه أنت بجهنم الدورة شو تسوي؟ طبعا هذا صار بجهنم، لازم الدورة يعني تهتك بكل شيء مرتبط به بالضبط، سب شتائم. هذه القضية بهذا العنوان يعني أنا أجد بأنه بها خلل كلش كبير. زين دكتور، هسه احنا عرفنا أنه المصدر الصافي ومثل ما تفضلت النظارة التي ليس فيها أي شوائب. نعم. وألوان هو المعصوم، قراءة المعصوم. دكتور لنفترض أنه أنني لم ألتجئ إلى قراءة المعصوم، أنا جلست وقعدت وفكرت
وبعد التفكير صدفة أنه وصل نتيجتي صحيحة كانت أي. يعني وصلت إلى ذات النتيجة التي وصل إليها المعصوم، ولكن من دون أن أذهب إلى المعصوم، هل هذه القراءة أيضا مغلوبة؟ ليس لك شيء، لأنه هذه هي اللي يسموها من قرأ القرآن أو من فسر القرآن برأيه، يعني هي نفس القاعدة. موالينا عليه السلام يقولون أنه من فسر القرآن برأيه كفر، لأن منهجيتك غلط، هي مو حتى لو وصلت نفس النتيجة. اصلا بالمناسبه اصلا النتائج مو عليها يصير الحساب، يصير على المناهج. يعني شلون؟ يعني مثلا في القران الكريم يقول من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. اذا ما راعيت القضيه المنهج في انه هذا مستعد للقتل، هذه قضية نوعية ليست قضية كمية، أنا راح أحاسبك نوعا، أنت منهجك قائم على أنك تحلل قتل الآخر، تبيح قتل الآخر، تريد الإجهاز على من تختلف معه، إذن أنت تقتل الكل، أنا حاسبك أنه أنت قتلت الناس جميعا حتى لو قتلت واحد. بس إحنا من نجي لو الحساب عن نتيجة تعتبر معادلة غلط فاشلة، ما كنت معادلة، أنا إجيت قتلت واحد، البشرية مليارات ومليارات ومليارات مع الزمن، أنت تقول لي قتلت الناس جميعا يوم القيامة شلون يا إلهي، أنا قاتل واحد، حاسبني على الواحد. يقول لك لا جميعا قتلت البشرية، يا بليش أنا قتلتهم جميعا؟ لك أنا أصلا ما حاسب على النتيجة. أنا منهجك أنت منهج القتل، من ارتضيت تقتل واحد طوعت لك نفسك. صحيح. يعني ماذا قال؟ واضرب لهم واضرب لهم مثلا يمكن ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا واتلوا عليهم نبأ، مو واضرب، واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قربا قربانا إلى الله، الله تقبل، الله تقبل قراءة علي بن أبي طالب بعد الرسول. لماذا تجهزون على شيعته على من يتبعه؟ لماذا؟ هو الله تبارك وتعالى قرب علي بن أبي طالب قربانه فتقبل، قربانه هنا قراءته، فهمه، الله تقبله لم يتقبل من الأخ، لأن قراءة خاطئة ما يمرر الله. فأنت الآن على المستوى النوعي حتى لو قرأت منهجيا أنت ماشي بطريق خطأ، أنت وجدت فتشيء في هذا الطريق الخطأ صواب، بس أنت أصلاً ماشي خطأ، أنت أصلاً خنت بهاي القراءة، مجرد اتجهت إلى القرآن بنفسك يعني معناها فتحت باباً للشيطان. هسه الباب اللي إجاك منه الشيطان أنت إجتك بمعلومة، أصلاً أنت مو قاصد المعلومة، أنت قاصد الأنا، هي أنا المشكلة الكبيرة، انه انت لازم تقصد الحق وتتكل على الله في ان يدلك على الحق. انت ليش تكلت على نفسك؟ ليش معتمد على نفسك؟ شنو هاي الاصرار العالي الغريب؟ لا احنا الا نفهم كلام الله ونحكم به، واحنا اللي نتحدث بكلام الله ما يصير. ليش انت تتحدث به؟ غير الله هو اللي يختار من اللي يتحدث بكلام. انت امنت بكلامه صحيح، ايمانك بكلامه قادك بمحكمه، بالمحكم الآيات اللي بي، بأنه أنت عليك أن تتبع الرسول وطيع الرسول، والرسول جاي يبين لك، ليش تقلبها بعدين؟ هذه القضايا. إذن من الناحية المنهجية نقول بأنه الله تبارك وتعالى لا يتقبل، أحسن. الله يتقبل من المتقين، والمتقين هم لا يلجؤون إلى أنفسهم. أنت إذا لجأت إلى نفسك بعد وين عندك تقوى؟ المتقي الحقيقي اللي هو يتقي من أنه يدخل نفسه، صحيح، ويجعل من نفسه عرضة للمسائلة. أنا رب العالمين قال يعني ما سألك، أنا سألك على اتباعك لمن أنصب. أنت تقول لا أنا راح أجتهد وأنت عليك النتيجة، وأنت بعدين شوف اجتهادي، مو أنا راح أتعب نفسي، مو أنا راح أسهر، مو أنا راح أقرأ. قالك لا التعب، إذا تريد التعب نفسك وتجاهد نفسك هو في استيعاب والإنصات إلى قراءة من أجعله هذا التعب وهذا الجهد،
بس مو تجاهد نفسك حتى توازي اللي أنا خليته. طبعا كلام جميل جدا، وبعدنا إحنا ما دخلنا في أدعية الإمام الحسين عليه السلام، كان من المفترض ندخل في دعاء عرفة للإمام الحسين. إن شاء الله نكمل هذا الحوار الشيق واللطيف في الحلقات القادمة. شكرا جزيلا لكم. الله يحفظكم. وكذلك الشكر موصول لكم مشاهدينا الأعزاء، حتى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh